وللحديث عن تواصل جرائم الاختفاء القسري في العراق والانتهاكات ضد حقوق الإنسان هناك، معنا من برلين الناشط الحقوقي السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. إذا أكثر من 7 سنوات مرت على اختفاء آلاف العراقيين، لا سيما في العمليات العسكرية منذ عام 2014، لماذا لم تكشف الحكومة بعد عن مصيرهم على الرغم من إعلانها أكثر من مرة عن تشكيل لجان تحقيقية في هذا الأمر؟ لأن الحكومة تعامل هؤلاء على أنه ليسوا عراقيين، وهؤلاء يعني ثبت أن الحكومة تعامل أهالي هذه المحافظات سواء الأنبار والموصل وديالة وصلاح الدين ومناطق محيط بغداد تعاملهم بأسلوب التمييز العنصري. يعني الحكومة الآن تمارس التمييز العنصري ضد مكون من الشعب العراقي وضد محافظات بعينها، والكل يعلم ذلك. هؤلاء الناس الذي وقفوا في الاعتصام كان على الأقل يعني يقوم أعضاء برلمان بالوقوف معهم. نعم، هؤلاء هم الذين انتخبوا أعضاء البرلمان، لماذا لا يقوم أعضاء البرلمان بالمشاركة في هذه الوقفات والاعتصام؟ يعني هذا أمر أصبح معيب جدا ومخزي جدا، وهو يؤكد ما قالته إحدى السيدات بأن هؤلاء صعدوا على أكتاف. على ذكر يعني النواب وعدم حضورهم أستاذ علي، النائب السابق صالح المطلق يقول أو كشف أن مصطفى الكاظمي طلب منه نسيان هذا الملف ونسيان مصير هؤلاء المغيبين. هل يعقل أن يطلب يعني رئيس الحكومة مطلبا من هذا النوع؟ مؤكد، هذا الطلب مؤكد، وأبلغ لأكثر من شخص غير صالح المطلق، أبلغ لأكثر من شخص هذا الطلب، هذا القول وهذا التصرف. فعليا هذه الحكومة تمارس التمييز العنصري ضد أهالي المحافظات وضد أهالي المغيبين قسرا من أهالي السنة. هذا أمر أصبح واضح، والحكومة في هذا الأمر دائما هي جزء من المشكلة، حتى أنها لم تكتفي بتغييبهم وإبادتهم وإخفائهم قسرا، اليوم لا تقدم لعوائلهم أي مساعدة. يعني هناك هؤلاء يعني لديهم يفترض بعد مرور 4 سنوات وفق الشرع أكو مواريث وأكو زواج وأكو طلاق وأكو أشياء كثيرة. يفترض أن هذه الحكومة تشكل لجنة مختصة تنتقل إلى مناطق الأحداث، على الأقل الآن تقدم مساعدات لذوي المعتقلين. هؤلاء لا يحصلون على رواتب، ويعني لا ميت فيرثى ولا حي فيرجى. هذا الأمر اللي يعني استمرار هذا الأمر على هذه الحالة ولعوائل، وأقول لا لألف ولا ألفين، لعشرات الآلاف من هذه المحافظات، هذا أمر أصبح يعني على الأقل على المعنيين بالأمر وهنا الذين صعدوا بالانتخابات كممثلين لهذه المناطق. نعم، على الأقل الآن بإمكانهم يذهبون إلى مقر الأمم المتحدة ويطلبون تشكيل لجنة رسمية ولجنة دولية للتحقيق في هذا الأمر. يا أخي حتى يعني حتى الشهداء التي قتلوا على أيدي الإرهاب على أيدي داعش يرفضون فتح المقابر، ويعني مثل مقبرة الخسفة، الكل الآن الحكومة أغلقتها. نعم، لأنها تنتمي. توقف أيضا عند جزئية هذا الطلب، عندما يطلب رئيس الحكومة أو يتكلم مع بعض النواب يقول لهم أن عليكم نسيان هذا الملف، هل هذا يعني أن هؤلاء في عداد المقتولين؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا ترشد الحكومة الناس أو الجهات التي فعلت ذلك إلى جثثهم أو إلى المقابر التي دفنوا بها؟ يعني هل معقول هذا؟ الحكومة لا تستطيع فعل ذلك لأنها بكل مسمياتها متورطة بعملية إخفاء هؤلاء قسرا، ونحن حتى الآن نعتبرهم مخفيين قسرا. نعم، الحكومة متورطة ولا يمكن أن تفتح تحقيق حقيقي في هذا المجال، لأنها يدينها ويدين أحزابها وميليشياتها، هذا أمر الكل يعرفه وأصبح. لكن نؤكد يجب التواصل مع المنظمات الدولية، ويجب من ممثلي هذه المناطق أن يذهبوا إلى المنظمات الدولية وإلى الأمم المتحدة. نعم،
ويطالبوا بإيقاف عملية التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة وقضائها ضد المحافظات. نعم أستاذ علي، على المستوى القانوني والقضائي، هل يمكن للناس ذوي المخفيين قسريا التوجه للقضاء مثلا، أو رفع قضايا على الحكومة أو على بعض الجهات التي تسببت في هذا المصير؟ يستطيعون ذلك في ظل وجود قضاء حقيقي في العراق. الكل يعلم أن هناك انهيار تام في منظومة القضاء العراقي. ماذا فعل القضاء العراقي لأكثر في أكثر من 160 لجنة تشكلت في هذا الخصوص، ابتداء من اللجنة مال جماعة اللجنة الأولمبية إلى هذا اليوم؟ ماذا فعل القضاء العراقي؟ القضاء العراقي منهار ومشترك مع الحكومة في عملية التمييز العنصري ضد المكون السني وضد هذه المحافظات. نعم طيب، عدم اتخاذ الحكومة في بغداد أي إجراءات ضد المتورطين في حالات الإخفاء القسري، إلى أي مدى كرس الإفلات من العقاب وبالتالي زيادة الأعداد الاعتداءات على الناس واختفاء آخرين حتى وقتنا هذا؟ الإفلات من العقاب في العراق الذي ترعاه الحكومة والقضاء، وأؤكد القضاء العراقي هو الذي يرعى هذا الإفلات من العقاب، جعل هذه الميليشيات متوحشة تنهب وتقتل وتبتز وتسلب وتهجر وتمارس أبشع أنواع التمييز العنصري في العراق. نعم، تبريرات الحكومة لعدة مرات حول ضرورة السماح للميليشيات بالمشاركة في العمليات العسكرية، واصلت السماح لهم بإنتاج ذات الانتهاكات لا سيما ضد الناشطين والمتظاهرين، وهذا يشير أن الحكومة تشارك في الحقيقة من يتعدى ويتسبب انتهاكات صارخة بحقوق الإنسان في العراق. هذا هو الحكومة الآن تستخدم الميليشيات كذراع، أحد يعني الميليشيات أحد أذرع الحكومة في قتل وأذية الشعب العراقي، سواء من المحتجين في ضد الفساد أو من أهالي المحافظات، ما يسمى بالمحافظات المحررة، بل هي محافظات تم تدميرها. هذه الميليشيات هي أحد أذرع الحكومة وتستلم رواتب من الحكومة وترعاها الحكومة، وكل ما تقوم به من جرائم ينسب إلى الحكومة. نعم، ما السبيل إلى إنهاء هذا الملف، أو كيف يمكن يعني أن يمتلك الأهالي أدوات يعني الدفاع عن هذه القضية؟ لا يوجد سبيل إلا التوجه إلى المنظمات الدولية وإلى الأمم المتحدة بالتحديد واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقديم شكاوي وإجبار هؤلاء الذي يدعون تمثيل الحكومة العراقية، لأن مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة يقع قرب البرلمان اللي يستلمون منه هؤلاء الذي يدعون تمثيل هؤلاء الناس رواتبهم. بإمكانهم أن يذهبوا للأمم المتحدة، وهناك لجنة بالأمم المتحدة يعني مختصة في هذا الأمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا لديها وسائل اختصاص بهذا الأمر. أما الحكومة العراقية والقضاء العراقية فحالته ميؤوس منها، لأنهم متفقين على عملية التمييز العنصري ضد أهالي هذه المحافظات وضد أهالي المغيبين قسرا. أشكرك جزيلا الناشط الحقوقي السيد علي القيسي، كنت معنا من برلين.